9 مارس تاريخ استشهاد الشهيد الأيقونة عبد المنعم رياض أصبح هو اليوم اللي بنحتفي فيه بكل شهدائنا. مهم جدا إن احنا نفتكر اسم كل شهيد ودوره اللي قدمه لرفعة شأن هذا الوطن، لحماية ترابه. ومن هنا بتأتي أهمية إن يكون في أعمال توثق تاريخ هؤلاء الأبطال علشان جيل ورا جيل نفضل فاكرين كل أبطالنا اللي قدموا دمهم وروحهم فداء لمصر. آلاف من أبناء الشعب في جنازة شهيد مصر والعروبة عبد المنعم رياض، مضى الشهيد البطل إلى مثواه الأخير تشيعه دموع مصر. مضى وما مضى فهو باق في كل قلب، باق بما أعطى موته من معان لا تموت. جنازة مهيبة نهاية الستينيات، ختام لائق بحياة عسكرية مجيدة، بطلها منح رتبة فريق أول بعد أن ترأس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في سنوات التحدي والاستنزاف، ليستشهد على جبهة القتال وسط جنوده في الخطوط الأمامية. وما بين مشهد الوداع ولحظة الميلاد سنوات طوال كانت شاهدة في مستهلها على حلم الاستقلال والتحرر. ففي عام 1919، وبينما ما زالت الثورة مندلعة في النفس الوطنية ولا صوت أعلى من الهتاف ضد المحتل البريطاني، شهد 22 من أكتوبر تشرين الأول بقرية سبربي في مدينة طنطا ميلاد طفل يدعى عبد المنعم محمد رياض عبد الله. لم يدرك أحد أنه سيصبح في قابل الأعوام رمزاً من رموز العسكرية المصرية.